الحمد لله داز داكشي زوين، الاساتذه دا داروا اللي عليهم، حتى حنا داكشي درنا داكشي تحت الحمد لله ساهل ودرنا داكشي اللي علينا. واخا المهم راه درتي شي حاجه، راه قريتي، راه غادي تلقى داكشي. ما قريتيش؟ نعم، شعبه الكونطابيليتي ان شاء الله. الكونطابيليتي ان شاء الله دوزناها مخير. المهم اللي دار شي حاجه راه دارها، راه داكشي تحط في المتناول. احنا ان شاء الله لونغلي ان شاء الله في العشيه غادي نجيو نشوفوا داك الشيء كيدير ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. مونسيون لا، الاساسيده كانوا مزيانين بالنسبه لحنايا، كانوا واحد جوج اساسيده الله يعمر الرادار. صراحه كان داك الشيء سهل، خص بنادم غير زعما يراجع وداك الشيء. واخا كانوا شي حوايج اللي ما عولناش عليهم، حيت علوم انسانيه مع ادب عادي تيكونوا ديما معولين على نفس الحاجه. وهذا العام ما تحطش بحال دابا، حطوا لنا نص تبويقي وحطوا لنا المؤلف الاولاني اللي هو كان في الدوره الاولى. الدوره الاولى حنا ما قريناش مزيان مع الاضرابات وداك الشيء، ما شدينا والو. حتى الدوره الثانيه عاد شويه العامل ديال الاضرابات ما اثرش عليكم؟ هو العامل ديال الاضرابات، ضروري غادي ياثر على اي واحد، اي تلميذ. والحاجه اللي داروا مزيان انهم قسوا لنا شي دروس اللي هما صعاب، مقسوم لنا واخا هكاك. وفي الامتحان حطوا لينا داكشي اللي كان عندنا في الدروس، يعني واخا عامل ديال الاضرابات حطوا لنا داكشي اللي قرينا، ماشي شي حاجه ما قريناهاش في ديك لا بيريود. و بعدا الحمد لله انه ما حطوش لينا شي حاجه. واخا عامل الاضرابات كنا كنظنوا انهم يحطوا لنا شي امتحان اللي يكون صعيب، ويحطوا لنا شي حاجه اللي حنا ديجا ما دوزناهاش في ديك لا بيريود ديال الاضرابات. ولكن الحمد لله حطوا لنا داكشي اللي دوزنا. بالنسبه للتعامل ديال الاساتذه، كل استاذ كيف داير، ولكن بالنسبه للاساتذه يعني كانوا واخا هكاك مرخ في القضيه، ماشي مزيانين بزاف، حين حتى هما تيراعيو الاضرابات اللي دزنا منهم، اننا ما قريناش بزاف في الدروس. اسئله كانت باينه، هو غير الصيغه باش يعطيوها لك هي اللي صعيبه شويه، ما الاسئله باينه وواضح. اساتذه اللي حارسين، اساتذه اللي حارسين تيجيو خدمته، وكل واحد تيجي لخدمته. ما اجيش يوريك ولا يخليك تنقلع، ما يمكنش. داكشي باش كلفوه راه تيجيو ليكونومي. دوزنا اول ما تاهي الكونطابيليتي. راه كاين غير سؤال واحد اللي شي شويه ما مزيانش، ولكن المهم الاسئله اون جينيرال زعما مزيانه ان شاء الله، نقطه مزيانه. كملنا الامتحان، الوقت كيجيك هو هذاك، ما كاين حتى شي مشكل زعما في الوقت ولا اساتذه. ماك العامل ديال الاضرابات ما حطوش عليكم؟ صراحه ماشي بزاف، زعما الا كنتي زعما في السواي وهذا، وزعما كنتي كتبريباري مزيان وخدمتي على راسك، راه غتجيب مزيان. ما خدمتيش راه ما غتجيبش. الامتحان كان في المتناول، داكشي اللي سهل تعاملوا معنا الصراحه. اقتصاد كونون صافي، داكشي كان سهل الصراحه، وحتى الحراسه كانت سهله حتى هي. المهم الحمد لله ان شاء الله نجحوا ان شاء الله. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.